سلام اهلا بكم في هذا الدرس سوف نتعلم عن الاوبيراسيون ماتيماتيك في النود جي اس. دونك من اجل ذلك نعرفوا فاريابل بايزون اكس ايكال 5 فوالا ايغريك ايكال 4 بايزون دونك اكس ايغريك بايزون اكس ايغريك فوالا. ابري نعرفوا نوتر فاريابل زد. هذا الزاد هو واش؟ هي دي. فاريابل دي هو واش؟ هو عبارة عن سين بلس اكس فوا ايغريك سور دو باغيزومبل. هذه العملية الرياضية. دونك هذه العملية الرياضية ابري ديرو كونسول دوت لوغ فوالا كونسول دوت لوغ دي فوالا دي كوم سا. دونك حنا الريزلتا اللي رايحين نتوقعوها هنا نديرو كونترول اس انريجستري. دونك هنا واش درنا لي زوبيراسيون ماتيماتيك في اولا نيكزيكيتيف حتعطينا نتائج 15 يعني في مود جي اس كيفاش حتى افيش هنا هاديك 15 الريزلتا. نقدر نقولو تا فوالا كونسا بلوس نسجلو كونترول اس نسجلو فوالا الريزلتا هي 15. الريزلتا تاع دي هادي هي 15. دونك في النود جي اس كيفاش صرات العملية؟ اول حاجه نشوفو كاينه واحد لا ديفيرونس اونتر نود جي اس وجافا سكريبت. جافا سكريبت دابيتي هذو نعرفوهم بالفار كير بايزون فار انا نديرو فار كون فاريابل. في نود جي اس سوا تحط سوا ما تحطش فار يعني تمدلنا نفس النتائج يعني سي جوست تكتب فاريابل تاعك كي حاب ديرو اكس ايغال ايغريك ايغال ومن بعد دي هي كوم لي زوبيراسيون ماتيماتيك سوغ على الورقه يعني تكتب عادي جدا كونسول دو تريد يعني دهري واش صرا يعني اون رياليتي. حنايا في نود جي اس نفس العمليات الرياضيه في الطبيعه كما نعرفهم في الماط هو نفسهم يعني ابليكي. مي يجي واش يدير؟ يجي ابليكي يلقى الضرب. هو دائما الكومبيراتور يبدا من اليسار الى اليمين ويدير لا بريوريتي اونتر لي زوبيراسيون ماتيماتيك. حنا نعرفوا بلي لي زوبيراسيون ماتيماتيك لو بلو اوت هما الضرب والقسمة ومن بعد تجي الطرح والناقص. بيان سور كاين الأس هو الأولاني الأقواس ومن بعد الأس ومن بعد الضرب الضرب والقسمة ومن بعد الطرح والناقص. يعني هادو هما العمليات الرياضية يعني الأولويات أولوية في العمليات الرياضية. واش يجي؟ يجي هنايا يبدا من 5 بلوس يعني كي نجيو نديرو هنايا هو واش يدير؟ يدير 5 بلس. ابري واش يدير هنا 5 بلس كوا؟ يجي بين الضرب والقسمة يعني الضرب والقسمة عندهم نفس المرتبة ويبدا من اليسار عندهم نفس المرتبة يعني اللي تجي هي الأولى على اليسار يبدا بها يعني راح يضرب راح يبدا بالضرب. ضرب اكس فوا ايكغيك يعني 5 فوا 4 سي 20 بلس 20 ابري سير 2. ابري واش يزيد يدير؟ يزيد يعمل يجي 5 بلس يعني بين درك يخير بين الضرب والقسمه يبدا من لاغوش بين الجمع والقسمه راح يخير القسمه يعني راح يدير 5 بلس 20 سور 2 سي 10 ابري 10 بلس 5 سي 15. دونك لي ريزلتا لي شفناها هنايا اكزاكتومون. دونك هنايا يعني النود جي اس عادي جدا العمليه الرياضيه كما راه قاعد تصرف في طبيعه. دونك كاينه حاجه بايزون في الاقواس بايزون في الاقواس كون نجيو حنا بايزون نبدلو لا بريوريتي باش نعرفوا بلي الاقواس هي اعلى درجه من الضرب والقسمه والطرح والناقص. بايزون كون نجيو نديرو الاقواس هنا حنا حابين هكذا العمليه تكون بهذا الشكل فوالا حابين العمليه تكون بهذا الشكل. نوضعو قوسين حابين الخمسه يجمعها مع الاكس يعني واش معناتها الخمسه يجمعها مع الاكس يعني راح يجمع 5 بلس 5 سي 10 ابري واش يدير؟ يضرب يجي هنا يضرب ولا يقسم؟ راح يضرب في ايكغيك يعني يضرب في 4
ابري يقسم سور دو. هذه هي العمليه راح يدير. هنا كيجي يعمل واش يعمل، يعمل الضرب، يعني 10 فوا 4 سي كومبيان سي 40 سور دو كومبيان سي 20. نيكزيكيتي نشوف النتائج. دونك النتيجه سي 20. دونك هذه هي العمليات الرياضيه اون جينيرال في النود جي اس، يعني كما هي في الطبيعه، كما توجد يعني في الماط العاديه، يعني اقواس اعلى قيمه ابري تجي تضرب القسمه من نفس المرتبه، يخير بين القسمه والضرب، يبدا من اليسار اللي تجي هي الاولى على اليسار يبدا بها الضرب، طرح والناقص نفس الشيء، نفس النيفو نفس المستوى، اللي تجي على اليسار هي اللي يبدا بها. دونك هذه هي العمليات الرياضيه في النود جي اس. نلتقي في درس اخر ان شاء الله.